هنا كان قال لك مليون سبب. ياه، انت واضح ان انت كاره الجواز قوي. بصي انا بصراحه بخاف منه جدا. طب خلي بالك، انت كده هتخوفني معاك. لا لا لا، وانت هتخافي من ايه؟ انت جاي هنا تشتغلي شغلانه ب 3000 جنيه في الشهر، دلوقتي عندك فرصه تتجوزي صاحب الاوتيل كله. طب تصدق ان في وجهه نظر بتقول ان الفلوس مش كل حاجه؟ لا ما انا كنت فاهم زيك كده لغايه ما جدي بقى فهمني انها اهم حاجه وكل حاجه. بس انا جدي ما قاليش كده، انا جدي قال لي ان ال 3000 جنيه اللي هتقبضيهم على الجمعيات اللي هعملها، على الاوفر تايم اللي هشتغله، احط القرش على القرش واتجوز الراجل اللي انا عايزاه. اهو كل واحد حر في جده بقى. لا على رايك. على فكره غلاب قال لي انك مش مرتبطه. لا انا قلت على حسب، ما ريحتوش يعني. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. انا ماليش ملكه، على جسمي زيت. وبعدين على راي الاغنيه اللي بتقول اللي راح 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 مع السلامه يا فلوس. هي وجهه نظر برضه. لا مش وجهه نظر انا، دي وجهه نظر عمرو سعد. طب وانت بقى وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري ايه؟ يعني انت مثلا لما نتجوز وتورث من جدك مش هتحب؟ واللي هتحبها دي مش هتتجوزها؟ وساعتها اكيد هتطلقنا. طب مش جايز بقى احبك انت؟ اعتبره وعد؟ انت وشطارتك بقى. شطارتي؟ ايه الثقة دي؟ مش جايز انا اصلا ما اقدرش احبك؟ نعم. ايوه اهو اهو، شوف علي حسك كمان، خدعني بعينيك الخضر دول وهم وراهم ثعبان. اللي انت ما سالتنيش يعني انا حورس كام؟ مش فارقه. 30 مليون جنيه غير الاوتيل ده كله. طب مش تقول لي قبل ما احط دي على دي؟ ده مجهود على فكره. طب انا كنت عايز اريحك. بقول لك ايه؟ المأذون جه ولا اخطف رجلي جري اجيبه واجي؟ لا لا ما تعبش نفسك انا حبيبي. اتفقنا؟ يا خراب. سيبك ساعة تفكري وتردي عليا وشوفي بقى طلباتك ايه في المهر والشبكة والتفاصيل دي كلها. انا حاسس كده ان احنا هنتفق. هعدي عليكي في الشاليه كمان شوية. فارس؟ ايه ده معقول؟ يا نهار ابيض على الحلاوة والجمال. يا بخت اللي احنا بنبخته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إسراء، الكلام اللي سمعته ده حقيقة؟ كلام ايه؟ انت هتتجوزي فارس؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين قالك كده؟ مش مهم مين اللي قالي كده، المهم حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا طبعا مش حقيقة يا ابني، 100 مرة اقولك افهم بقى. تعال. لا مش عايز. امجد خدي. لا يا شيخه. ايوه. ايه ده؟ لا يكون فارس. فارس طب ما يجي عادي. يجي عادي ازاي؟ لا مش هينفع، لازم تستخبى طبعا. طب خش تحت السرير. لا لا ورا الاباجوره دي. هي رفيع، استخبى في الحمام. الحمام؟ ايوه الحمام. يلا خش الحمام بسرعه. ايوه خش يا ابني بقى. فارس فارس يلا. مساء الخير. مساء. ممكن دقيقتين؟ اتفضل. اتفضل. مش ممكن، ليه الوحيد اللي انا عايزاه يجي مش بيجي؟ كل الممنوع مرغوب. هو مين ده اللي كنت عايزاه يجي؟ مش عارف. لا ما فيش حضرتك. اتفضل يا متر، اهلا بيك. كان بلغني فارس ان كنتوا خلاص قربتوا تتفقوا. يعني والله على حسب. على حسب؟ اه. بتقصدك ليه؟ يعني عشان الحمامات ليها قصدي الحيطان ليها ودان. يعني نقول الف مبروك للحيطان، الف مبروك لحضرتك يعني. يعني برضه والله على حسب، يا الف مبروك، يلا يبارك فيك. وانت مش نازل عليكي غير على حسب. على حسب من ساعه ما شفتك في ايه؟ طب اصل هو فارس بصراحه قال لي انا هسيبك تفكري في الحاجات اللي انت عايزاها، يعني في الشبكه، المهر، البدلات، الحوافز، الحواجز. بدلات وحوافز ايه؟ مش المفروض ان هو هيتجوز الموظفه عنده؟ صح صح. والله بص، انا بعد تفكير عميق ومجيتك عندي هنا دي على راسي من فوق، فكرت ان انا اعملها له باكج كده على بعضها، ان شاء الله تبقى 5 مليون جنيه. 5 مليون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ 5 مليون جنيه؟ يا عم وطي صوتك. كتير قوي 5 مليون جنيه يا حاج. في انت هتدفع من جيبك؟ الله، بس كتير على مين؟ ما اذا كان هو هيورث 30 مليون انا هاخد 5، هيبقى له 25. الحكايه كده. بس
كان ليا رجاء عندك طلب كده صغنن. اتفضلي. ممكن انت تبقى تبلغه بالموضوع ده عشان انا كأنثى من داخلي يعني اتحرج ان انا اقول له. حرجي؟ خجوله. باين عليك يا خجوله من ساعه ما شفتك. هبلغه بس انا متاكد انه مش هيوافق. ما تقاطعش. بعد اذنك يا خجوله. لا خجوله حقيقي. بتسوق على الخجل. يا فيري. إسراء! خرب بيتك. ايه؟ انت لسه هنا بتعمل ايه انت؟ مش هسيبك ابدا. ايه ده في ايه؟ قولي لي يا إسراء. ايه؟ هو فارس كان عايز منك ايه؟ يا ابني انت كمان غبي، ما كانش فارس اللي هنا، ده كان المتر بتاعه. غلاب؟ ايوه، انت بتستغرب ليه كل مره؟ انت عليك اقبال غريب قوي. امجد في ايه؟ الله، مش انا حكيت لك الحكايه يا حبيبي؟ ايوه، مين فيهم اللي عايز يتجوزك؟ يا تعال ما اقول لك تاني. ايوه اهو. ده غير مش رحمة. اسرع قولي تاني. يا استاهل. مش معقوله. شفت بقى على طول ظلمني كده. يا إسراء، I love you. Kiss me. 5 مليون جنيه؟ انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي طالبهم ولا إسراء؟ اصل 5 مليون ده كتير قوي. ايه ده يا فارس، الله يخليك لي، هيجيلك ذبحة، هنضطر نسافر بره نعالجك، هيطير منك 2-3. يا عم فلا الله ولا فالك، عامل لك ايه؟ ما انت اللي جايب لي عروسة طماعة. لا يا حبيبي، انا جايب لك قطة مغمضة، انت اللي طمعتها فيك. ازاي يعني؟ ما انت اللي قايلها لازم اتجوز عشان اوت. يعني غلطتي ان انا ما كدبتش عليها؟ اهي الغلطه دي هتخليك ما تعرفش تعيش يا حلو. طب وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحاول انا كده افصلها كده، اخليهم 3-4 مليون بنهايه الخدمه. نهايه الخدمه؟ المؤخر يعني. لا 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 لا، بص، هو كله على بعضه كده 1 مليون جنيه. حلو قوي، يبقى تبلغها انت. استنى بس، انت رايح فين؟ رايح اعصابي في اوتيل قريب من هنا. اوتيل ما يكونش صاحبه مضطر يتجوز عشان يورث. غلاب. ايه؟ عايز تيجي معايا؟ لا بص، نظرا لضيق الوقت يعني اوكي، انا هديها 2 مليون جنيه. انا لو قلت لها كده هتغزني بالمطوة. ايه بقى اقول لها؟ طيب مع السلامة. هبلغها وانا هخاف. انا ما كنتش فاكره ان انت كده خالص، مالك خايف كده ومتوتر وقلقان؟ مش خايف ولا حاجه، انا بس مستغرب. مستغرب من ايه؟ مش عايز تتجوز واحده بتشيش؟ بعدين بقالك نص ساعة واقف قدامي ما قلتش جملة مفيدة على بعضها. ما تخافش، مش هاكل. طب الحمد لله، طمنتيني انك مش هتاكليني. لا ما تقلقش، انا فيجيتيريا. صباح الفل يا معلمة. اهلا اهلا. انا رشيت قدام باب الاوتيل، ها؟ عشان ربنا يكرمنا بقى. يلا اللي انت بتهببه ده. ما كرس لها. والفرنساوي. انا ما بياكلش عيش الكلام ده. رص عادل، ها؟ حاضر. رص الفحم عادل. اليوم اللي سرفس فيه على زمايلي، يا لهوي. غور يلا، غور من وشي. تعملي فيا ايه يا دنيا؟ تعالى تعالى هنا. تعالى. ايه؟ ليه يا دنيا؟ الدنيا ما ادتكش حاجه ولا اي حاجه؟ طب خد دي. شكرا يا دنيا. سيبك منه الواد ده، بعدين انا حاسه كده ان انت جاي لي بالتيشيرت البنك الجميل ده عشان خاطر تفاصيلني في موضوع المبلغ اللي طلبته منك تحت الحساب. تحت الحساب؟ هو انت ناويه تاخدي مني فلوس تاني بعد الجواز؟ يا سلام، مش هبقى مراتك ولا مش ناوي تصرف عليا؟ بصي يا اسراء، انا مش هديكي غير 1 مليون جنيه. انت بتستر لي بايدك وانت بتتكلم؟ بذمتك مش مكسوفه على دمك؟ وكسف من ايه؟ انت كان اخرك اديكي شهر مقدم وما اديتهولكيش كمان. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. طب خلاص يا اسراء، انا هزودك نص كمان. طب عشان خاطرك انت هاخد 3 مليون جنيه بس. طب والضرايب؟ ضرايب؟ يا نهارك اسود، انت عايز تخصم من عروستك الضرايب؟ ما تخصم بالمره القيمه المضافه. لا، ما هي مضافه لوحدها. انت تهويلي على الولعه بقى. اهويلك طبعا. خلاص يا اسراء، هديكي 3 مليون جنيه. وهتديهم لي امتى؟ بعد الجواز. نعم، بعد الجواز ايه يا حبيبي؟ وانا ايش ضمني؟ ما انا هبقى جوزك. مش مبرر على فكره، الله، مش يمكن تخلع مني وتطلقني؟ خلاص، هكتب لك زفت ب 3 مليون جنيه. لا، هتكتب لي 3 شيكات، كل شيك بمليون عشان يبقوا 3 قواضي، وكل قضيه ب3 سنين سجن. 3 سلامات يا وحشني. ب3 شيكات. شفت؟ الدنيا لفت بيك واضطريت تلجأ لي عشان اعالجك نفسيا. للأسف، تخيل؟ ما هو ده اللي تعبني. كفاية دعابة، قولي ايه اللي حصل؟ مش عارف ابيع الاوتيل.
بشكلي كده هبيع نفسي يعني هتنايل. فارس انت هتتجوز؟ يا فارس انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي ان اشوفك عريس وفي الكوشه قبل ما ربنا ياخد اجلي. حبيبي يا فارس مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. عامل لك ايه؟ ما انت بتتكلم زي امي، ويا ريتها جوازها عدله. ده انا لسه ما سددتش الشيكات بتاعت الضرايب، وهي طالبه مني شيكات للمؤخر والمهر. يا ساتر، مين البنت الطماعه دي؟ على فكره دي باد جيرل فعلا نوتي، بس مش لاقي غيرها. مين؟ جرسونة عندنا اسمها اسراء. نعم اسراء، اسراء دي خطي خطي خاتشي. خاتشي ايه؟ انت هتستهبل؟ انا اقصد اسراء دي خطيره، خطيره جدا. ايه ده؟ هو انت تعرفها؟ يعني بسمع عنها كلام مش ولا بد. هنا الغلاب ده شكله هيجوزني رئيسه عصابه. لا ما تقوليش، غلاب اللي عامل الجوازه دي؟ هو في غيره؟ غلاب اللي جايب المصايب كلها؟ انا عايز اعرف انت سايبه ليه لحد دلوقتي؟ ما ترفدوا يا اخي، ولا تعلقوا على شجره، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ازاي؟ وبعدين حد يعمل في حضرتك كده؟ حضرتك رمز للطيبه والنقاء والعطاء. الدرجه دي زعلان عليا؟ لا عليا. ايه؟ قصدي علينا. ايه؟ قصدي على حد انت ما تعرفوش. وبعدين يعني يا مستر فارس، حضرتك صاحب الفندق اللي أنينا وبناكل من وراه عيش يا باشا. على فكره انت اوفر قوي. عموما بقى ادعي لي ان الجوازه دي تعدي على خير. فارس انت عايز تتجوزها بجد؟ يا ابني بقول لك ما قداميش غيرها. ازاي هتوافق تتجوزك وهي اصلا مخلوله؟ ايه؟ مخلوله. ايه؟ مفتوله. مخبوله. هي مخبوله في مخها، مخبوله كده. مخبوله عشان هتتجوزني؟ ما انت كنت بتتكلم كويس يا مستر فارس. انا عايز اعرف هي ازاي هتوافق تتجوزك السفله المتاحه الرخيصه بعد ما عرفت ان حضرتك هتاخدها مصلحه وهتبقى مروحه. فهمني. بص بقى، خد بقى من اخوك الكبير، لو عايز تعرف الحقيقه، تعرف الدنيا ماشيه ازاي، الجواز كله مصالح، والدنيا عموما عباره عن مصالح. دنيا مصالح يا سي صالح، شوف مصلحتك. ايه البرنامج الاذاعي اللي انا قاعد فيه ده؟ مستر فارس اسمعني كويس قوي، الجوازه دي لا يمكن تتم. ايه؟ ايوه الجوازه دي لا يمكن تتم. جواز اسراء من فارس باطل، جواز اسراء من فارس باطل، دواءه فيه سم باطل باطل. ايه الفيلم العربي اللي انا عايش فيه ده؟ قست الفستان؟ قسته، بس محتاج شويه تقفيز. تقفيز ايه؟ محتاجه سمكه بعرض متر وسمكه هنا بعرض متر، تلاقي شاودير الخياطه في الهاوس كيبنج. ايه ده؟ انت لحقته جبتوه امتى؟ احنا حاجزينه من شهر. المأذون. طب على الله بقى صاحبك ما يرجعش في كلامه وما يدينيش الشيكات. لا هيمضي غصب عنه، بس اوعى تنسى العمولة اللي اتفقنا عليها. والله ما فاهم حاجة، اروح الحقه الاحسن ينتحر قبل ما يتجوزك. امجد؟ قال لي. قلبي لك؟ قال لي. عمري لك؟ بهاء سلطان؟ قال لي انا هقتلك. ايه ده؟ مين ده؟ هتتجوزيها يا اسراء؟ هو مين بس؟ اهدى. فارس، فارس يا هانم، هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ اهو اديك قلتها بعض من لسانك. يعني انت خطيبي، وبعدين مش انت اللي قلت من الاول ان انا ما اعرفش حد ان انا مخطوبه ليك؟ وحتى بالامر لما قلت لك ليه نخبي حبنا، فاكر ولا لا؟ ايوه انا فاكر. طيب يبقى ازاي بقى هتجوزوه؟ بس هو هيتبلى عليك يا هانم. هو قال ان انت مقضيتيه على شيكات. يا نهار اسود. لا 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 مفيش الكلام ده. بس الشوكه والسكينه دول كده، ده في ايه؟ شايفني طبق سجق؟ تعالى اقول لك اللي حصل. اقطعك. لا لا بلاش. بس بغير من ودني، قولي تاني بس بالراحه. يا ابني حاول تسمعني. لا يا شيخة. لا يا شيخة، أنا بقول لك نكتة، أنا بقول لك اللي حصل. إسراء قولي لي تاني. يا معقولة الموضوع كده؟ أيوة أنا ظلمتك. شفت بقى إسراء؟ I love you. I hate you. فوتبول. ايه ده؟ ده في لعيب مصاب هنا. يا دكتور امجد انت فين؟ انا قايب عليك الدنيا كلها. انت بتعمل ايه؟
ده مفيش كوره اصلا. تعالى بس تعالى انزلي فورا، انزلي فورا يا سعيد. وليك نفس يا سيدي؟ يا سيدي هيبقى لا شغل ولا لعب. بقول لك يا سعيد انزلي فورا، انزلي فورا بس على فلوس. انا سفاح. انا احب الفلوس مع اني ما بشوفهاش، وانا بموت في الفلوس وما بمسكهاش. بقول لك يا ساده، لو لقيت حد معاه فلوس قول لي ادينا. لقيت ايه؟ مين؟ انت. انا انا يخرب بيتك بتضحكني. لقيت معايا حاجه تهمك قوي قوي قوي، بس كله بتمنه. تهمني اكيد الكوره. لا سيبك من الكوره، حاجه اهم. حاجه اهم ليا انا؟ يا الكتيب يا السماعه، والاثنين انا سايبهم في المكتب يا لئيم. دكتور امجد انا عايزك تصحصح كده وتفوق معايا. انا عرفت كل حاجه، بس اطمن سرك في بير. سعيد بس طلع لي شويه ميه من البير. لا احترم نفسك، احترم نفسك يا سعيد. مش عشان رفعت الحواجز تقوم ترفع لي الحواجب. انا ما حدش يتكلم معايا بالطريقه دي. انا دكتور امجد. امجد يمرض لكن لا يموت. اتكلم معايا كويس. طب يا دكتور امجد مش عايز توشوشني حاجه في ودني دي؟ يا سعيد بقى ما تستغلش حبي ليك يا اخي. انت صحيح اخويا بس انا ما عنديش حاجه اقولها لك. ولا عايز تقول لي حاجه في ودني دي؟ سعيد ارجع لورا، ارجع لورا، لاني بدات افهمك بشكل مش كويس. لا انا اللي بدات افهمك صح. بكره تندم يا جميل. الكوره عارف ازاي الواد ده ذكي قوي؟ يعني ايه انا هفضل قاعده كده لغايه ما يتنالي اتجوزها؟ فريده الحمد لله لقيتك. ابعد عن وش السعاده، انا مش طايقه نفسي. خلاص مالكيش في الطيب نصيب. استنى تقصد ايه؟ معايا ليكي فيديو حياه او موت بالنسبه لك. قولي. هسيبك تتفرج عليه براحتك بس بعد ما تديني حقي، اصله مكلفني كتير قوي. عيب عليك يا سعده، انا عمري كلت فلوس عليك يا ولا. هو انت بتعملي حاجه غير ان انت بتاكلي عليا الفلوس؟ طيب ادوني اتفرج عليه عشان اقدره لك. امري لله، مشكلتي اني طيب وعلى نياتي وبصدقكم قوي. هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ اهو ايه ده؟ ادي كل ده وعد من لسانك. البنت دي مخطوبة لأمجد؟ وكانت مخبية على الفندق كله. امال كانت هتتجوز فارس ازاي؟ شوفيها قالت الأمجد. بتوشوشوا، أنت مش مسجل الوشوشة؟ هو أنا هسجلها ازاي إن شاء الله؟ ثم أنا ما بتدخلش في اللي ماليش فيه. لا قوي، أنت هتقولي أنا هعمل إيه هنا دلوقتي؟ أنا عايز أعرف هما ناويين على إيه؟ أنا ماليش دعوة، أنا قلت لك على أهم معلومة. معلومة ناقصة، معلومة ناقصة. انت بتعملي ايه؟ بعت الفيديو. كل ده عشان ما تدينيش حقي؟ كسر حقك. راحة فين؟ حسك عينك تقول لحد ان انت اديتني الفيديو ده بموتك. طب اعمل انا يا ربي مع الناس دي؟ حرام عليكم يا ناس، انا حاسس ان انا بقيت مدمن فلوس والله لا مقلبهم في اي حاجة. ايوه خلاص، بعتولي فستان الفرح على الاوضه، هخلص حجر الشيشه اللي في ايدي واقوم اقيسه. سلام. في عروسه في الدنيا بتشيش ليله فرحها؟ قلتم ما انت دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. في مقوله تانية بتقول ان رقبتك في ايدي، فنتكلم كويس. ايه ده؟ معلش فكرني بنفسك. انا مستر ادهم من الريسبشن، ونحط تحت مستر 3 خط عشان عايزك في موضوع مهم يخصك يا اسراء. ايه تكونش مزنوق في جوازها انت كمان؟ انا فعلا مزنوق بس في جوازها تانية. مش فاهمة، انجز وقول. هفهمك، سعيدة بيرمان كشفك يا اسراء وعرف ان انت مخطوبة لامجد. امجد مين؟ فقدت الذاكرة دلوقتي؟ امجد الدكتور اللي شغال في الاوتيل واتفق معاكي تيجي تشتغلي هنا بشرط ان انت ما تقوليش حد ان انت خطيبته. لا معلش فكرني بيه اكتر. افكرك بتاع لا 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 يا اوتيل. افتكرتي كده؟ اللي بيقول اي لاف يو. ايوه هو ده هو ده هو. لا مش فاكراه الصراحه. احنا هنستعبط. انا مش فاهمه انت عايز ايه. سعيد سجل لك صوت وصوره انت وهو وب 10 جنيه مش ياخدها حد بس يعشمه، هيفضحك في الاوتيل والغردقه ومش بعيد الموضوع يوصل الجونه. كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. يا ستي ركزي معايا، مفيش وقت. فريده زميلتي في الاوتيل معاها نسخه من الفيديو، واكيد هتضربك اسمين عشان تبوظ الجواز عند مستر فارس. دوم دوم اس اس تاخد كام وتديني اصل الفيديو؟ حبيب قلبي ماما انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا عايز فريده. نعم
افهمك الموضوع، انت لو بلاها امجد وهتخلصي فارس يبقى توكلي على الله، الحقي مستر فارس عشان كمان انا الحق فريده واتجوزها، فابوس ايدك اتدقلجي اتشقلبي وسيبك من الشيشه دي عشان مضره بالصحه وروحي لمستر فارس خلصي معاه. ما انت شطوره اهو، ما تعمل انت الحاجات دي. ما انا لو متني كنت عارف اعمل حاجه كنتش جاتلك قلت لك تعملي حاجه. طب خلاص ماشي هعمل كده عيني. ماما سيبي الشيشه. هخلص اخر بق واقوم. اخر بق؟ ايوه. ايه ده؟ انت بتضربي في شرم على الشيشه؟ قومي يا اسراء. حاضر يا اسراء، حاضر يا ستي، هجيب لك الحرنكش. ايه؟ انزل اجيبهولك من داون تاون، ممكن الاقي معانا الغداء ما فيش حاجه زي دي. حاضر حاضر، سلام يا شقيه. عايز اتسربك من اوتيل عشان ما تلحقش الجوازه. جوازه ايه؟ جوازتها على فارس. نعم؟ فارس؟ فارس لازم يتجوز بسرعه، هو ما قدموش غير اسراء. سعيد انت اكيد، انت اكيد فاهم غلط، الموضوع غلط تماما. انت اكيد تقصد اسراء تانية خالص. اسراء، انت اسراء اللي هي انا، اسراء، اسراء الجرسونيره، قصدي اسراء الجرسونه. انت هتستعبط، ما انا عرفت ان اسراء خطيبتك. ايه؟ لا ده، ده اكيد اشاعات، وبعدين انت عارف الاشاعات بتطلع كتير جدا على المشاهير والشخصيات العامه وكده. سعيد هو انت عرفت منين؟ معايا فيديو. ايه؟ ايه الشخص الخسيس الجبان اللي ممكن يكون صور فيديو زي ده؟ انا هجيبه. انا اللي صورته. اسيبه. سعيد، سعيد انت صورتنا ازاي؟ صورتنا من انهي زاويه بالظبط؟ صورتكوا وهي بتوشوشك في ودانك، وجيت لك ووضحت لك وقلت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقول لي حاجه او تعرفتي حاجه في ودني دي، وانت ما شفتنيش. لا ازاي يا سعيد، بالعكس انا شايفك طول النهار رايح جاي في الفندق، رايح جاي. طب يعني من الاخر كده هتشوفني ولا اشوف غيرك؟ سعيد صدقني انا شايفك كويس، يمكن مثلا العدسات تعباني شويه. صحصح معايا يا دكتور. صحصح؟ اهو يا سيدي اهو. دكتور انا عايز فلوس يا دكتور. ها؟ ياه، حاسس ان نظري رجع لي فجاه. قد ايه؟ قد ايه انا شايف ان السما صافيه وجميله. يا ابن اللذينة، ترى صور ايه؟ من انهي زاويه؟ الفيديو ده خطير جدا. اهو ايه رايك بقى؟ برافو عليك يا سعيد. انت فاكرني بالفيديو ده عشان اسلم عليك؟ انا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي انا صورته. قول لي في الاول يا سعيد، فارس شاف الفيديو ده؟ معنى كده ان مستر فارس ما يعرفش ان البت دي مخطوبه للدكتور امجد؟ طبعا ما يعرفش. ولو عرف هيخلع من الجوازه ويصعب عليه امجد زي ما صعب عليه ادهم وساب له فريده وما رضيش يتجوزها. انت يا ابني شغال بيلمن ولا محلل نفسي؟ هتديني كام عشان ما بلغش مستر فارس وتبوظ الجوازه وتضيع عليك عمولتك؟ اوبا، ابتزاز. انت عارف عقوبه ابتزاز محامي في اوقات العمل الرسميه ايه يا سعيد؟ طبعا عارف، ابتزاز. وعلى فكره بقى انا ليا في الكاشات مش في الشيكات. هديك اللي انت عايزه يا سعيد، بس انسى الفيديو ده خالص، خلينا نلحق الجوازه اللي حلتنا. راح فين؟ الموبايل بتاعي. لا انسى الموبايل ده كمان يا سعيد، معلش عشان خاطر، معلش معلش. هو يعني لا فلوس ولا احترام؟ استاذ غلاب، ايه ده؟ انت كنت ماشيه؟ افتكرتك مش جاي. لا خلاص، اعتبر نفسك ما شفتنيش.